الو الو ايوه ازيك يا استاذ اسامه؟ الحمد لله. ازيك؟ الحمد لله. مش مصدقه ان انا اخيرا يعني وصلت لك. ربنا يخليكي. طب اتعرف بيكي. انجي. انجي كم سنه؟ انجي 22 سنه. مرتبطه؟ انجي متجوزه. متجوزه بقالك قد ايه؟ سنتين. متجوزه عن حب ولا جواز تقليدي؟ عادي مش حب يعني. هو جواز صالونات. جواز صالونات. طب ما حصلش مشاعر مثلا في بداية الجوازة في حاجات كده، ولا فضل جواز صالونات زي ما هو؟ زي ما تقول يعني عشرة مش مشاعر. عشرة مش مشاعر. طب قوليلي قوليلي، عايزة تقولي ايه النهاردة؟ حلقتنا النهاردة حلقة مفتوحة، وكل اللي عايزة تقوليها تحت أمرك، أسمعك اتفضلي. بص يعني أنا مش عارفة ابتدي منين، بس أنا مشكلتي إن أنا عارفة واحد تاني غير جوزي. عارفاه من قبل الجواز ولا من بعد الجواز؟ لا من قبل الجواز يعني بفترة، من قبل ما اعرف جوزي اصلا. وبعد كده والعلاقة مستمرة؟ ما عرفش اوقف يعني. اتخطبت وفضلت مكملة، واتجوزت وفضلت يعني مكملة برضه. المشكلة دلوقتي ان هو يعني اللي انا عارفاه دوت ابتدى بقى هو ايه يشوف حياته. هو كبير يعني عنده 35 سنة. أنا عارفاه من 7 سنين مثلا. بس أنا بقى عايز يخطب ويتجوز. أكيد. طب حصل بينك وبينه علاقة؟ بعد جوازي مرة. بعد جوازك مرة، وما اتكررتش تاني العلاقة؟ لا، لأني أنا بيني وبينه كلام، ما بقدرش أشوفه، ما بيقدرش ينزل ويجي يعني عندي، لأن هو في منطقة وأنا في منطقة. انما لو قدر يجي كانت هتحصل علاقه تاني وتالت ورابع. طب بعد ما العلاقه دي حصلت، هو ما طلبش منك تاني يعمل العلاقه دي؟ لا خالص. بيتكلم كده بيقول ان هو يعني كان وقت كويس، وقت حلو. بس لكن ما طلبهاش. هو انا عموما يعني حكايه العلاقه دي مش فارقه معايا اصلا، ولا معايا ولا مع جوزي. الحكايه يعني اللي بيخليني اكلمه واقرب له جوزي هو السبب. لا استني ثانية واحدة بس عشان افهم. يعني ايه مش فارقة معاكي ولا معاه ولا مع جوزك؟ يعني انا مش عارفة عشان خاطر العلاقة مثلا. يعني طب ده بالنسبة لك؟ بالنسبة له هو مش فارقة معاه هو كمان؟ لا هما يعني هي حصلت بالصدفة. يعني احنا كنا متقابلين وبالصدفه البيت عنده في ايدي بابا واخواته، ما كانتش حاجه مرتب لها ولا انا ولا هو، او هو يمكن يكون كان مرتب لها. انا مش عارفه، بس انا يعني ما كناش متفقين على كده، ولا كنا يعني بنتكلم ان حاجه تحصل زي كده ما بين. طيب جميل، ده بالنسبه لك وبالنسبه له. طب بالنسبه لجوزك ازاي ما تفرقش معاه حاجه زي كده؟ بص هو يعني مهمل في كل حاجه. مهمل في كل حاجه ازاي؟ احكي لي. في الكلام مثلا. في القعده مع بعضينا. حتى في العلاقه. حتى في العلاقه هو مهمل. مثلا يجي له مزاج. يعني يمكن كان الموضوع فارق معايا انا في اول الجواز. بعد كده مثلا كنت انا احاول اتكلم، انا ما بتكلمش. اجي اقعد معاه، لا معلش انا تعبان، على طول. مش مثلا يوم اتنين اسبوع شهر، من يوم يعني يقول من بعد شهر العسل مثلا. من بعد شهر العسل هو تعبان على طول؟ على طول. يعني في خلال السنتين دول ما حصلش بينكم علاقات كتير؟ لا مش كتير يعني، زاد ان انا حملت على طول من بعد ما اتجوزت. فكنت تعبانه، ما كنتش مثلا بقعد في البيت كتير. وبعد بقى ما ولدت بقى ان البيبي على طول عمل دوشه، ونايمه في حته تانيه وهو في حته، يعني ده زود كمان. مثلا لما البيبي ينام اسيبه نايم في السرير واجي انام معاه، يقول لي بس اطلعي بره يلا انا عايزه انام كده. فدي حاجة مخليني أنا عايزة أكلمه، مش بلاقي حد يكلمني، مش بلاقي حد يسمعني. عارفة إن ما ينفعش. لا ما هو أنت أساساً كده. ما هو أنت أساساً من البداية ما استنيتيش إن حالك يبقى سيء وترجعي تكلمي الإنسان الأولاني، لا الأولاني ده معاكي من أيام خطوبة وجواز ومكمل. أيوه يعني حتى ما كانش في حاجة تخليني أبعد. أو وجوده زي عدمه. أنت كنت منتظرة إن وجود جوزك في حياتك يخليك يبعدك عن التاني؟ يفرق بالذات كمان، حتى انا من قبل ما اتجوز في فراغ كان ماليش اخوات ماليش اصحاب.
كنت على طول لوحدي. بس انت مشكلة دلوقتي ان التاني ده عايز يعيش حياته، دي حاجة تعباني، ومش عارفة اعمل ايه مع جوزي، مش عارفة اغيره، مش عارفة يعني ازاي اخليه. طيب تعالي تعالي ما نخلطش الاوراق، بس تعالي ما نخلطش الاوراق، علشان لما بنخلط الاوراق وبنخلط الامور في بعض بنتكعبل ما بنعرفش نفكر. تعالي نقسم القصه نصين. نص علاقتك بالانسان الاولاني ده اللي انت تعرفيه، والنص التاني علاقتك بجوزك. قبل ما نفكر نصلح علاقتك بجوزك، تعالي نفكر في علاقتك بالانسان الاولاني. الانسان الاولاني انت بتقولي مش فارقه معايا العلاقه، ومش هو ده الموضوع، ومش ده اللي مضايقني اللي حصل ما بينك وما بينه. يعني لدرجة في حاجة بتخلي البني آدم ممكن يغير حياته، حاجة اسمها الضمير، انه يحس انه هو اخطأ فضميره يوجعه فيقفش فيبوظ الدنيا فما يكملش في العلاقة دي. انا من الواضح ان دي مش موجودة عندك، ما ضايقتكيش، يعني ما ضايقكيش ان انت عملتي معاه علاقة، ما حسيتيش انك اخطأتي في حق نفسك، في حق ربنا سبحانه وتعالى، في حق زوجك، في حق ابنك او بنتك، ما حسيتيش بالاحاسيس دي خالص، حاسه ان الامور عادي معديه يعني، مش كده؟ طب احنا عايزين نعالج ده، عايزين نعالج حته الضمير دي، ان احنا نعرف ان احنا غلطنا غلط كبير قوي. بصي كلنا عندنا احتياجات معينه وعندنا احاسيس معينه بتظهر لنا واحلام معينه بتجيلنا بنبقى عايزين نحققها. قد تكون الاحلام دي مشروعة أو غير مشروعة، يعني ده حلم نفسه في حاجة، أوكي؟ ولكن في حاجة بتوقف الأحلام الغير مشروعة، اللي هي الضمير، اللي هي احنا بنتكلم عليها. مش بس بتوقف الفعل، لا، دي من قبل ما نوصل لمرحلة الفعل بتوقف الحلم، إن أنا أفكر في شيء غير مشروع. تخلي الواحد بعد ما يفكر في شيء غير مشروع يقول لك لا 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 بلاش الأفكار الوحشة دي، استغفر الله العظيم يا رب انا مش عايز افكر افكار، يعني مش عايز، استغفر الله العظيم مش عايز مخي يروح لكده. ده بيحصل لما البني ادم بيكون قريب من ربنا، يعني بيبقى عايز يبقى بيصلي وبيعرف ربنا، بيتقي ربنا في عياله، بيتقي ربنا في بيته، بيتقي ربنا في مراته، وتتقي ربنا في جوزك، تتقي ربنا في معامله اصدقائك، في فلوسك، في رزقك، في صحتك، في الحاجات دي. طالما في حدوته تتقي ربنا دي الامور بتختلف خالص. فاحنا محتاجين نرجع نتقي ربنا، محتاجين نرجع نبص لربنا نقول له يا رب انا غلطت، انا زنيت مع راجل غير جوزي، انا خنت جوزي، انا شكلي ايه قدامك، شكلي ايه قدامك يا رب، وشكلي ايه قدام المجتمع اللي حواليا. لو ابني كبر ولا بنتي كبرت وعرفت ان امها في يوم من الايام عملت كده، هيبقى شكلي ايه قدامها؟ لو جوزي عرف هيبقى شكلي ايه قدامه، قدام عيلتي، قدام اهلي، شكلي ايه قدام نفسي؟ لازم ده تحطيه جواكي. نمرة اتنين، الراجل اللي انت متجوزاه، الراجل اللي انت تعرفيه ده، ده واحد عايش معاكي في علاقة لطيفة، وست متجوزة ومش فاضياله ومش رامية بلاها عليه، واديكوا بتتكلموا شوية في التليفون لما بيبقى فاضي والحياة حلوة، ولما قالك قبلك وضب الأمور وسد في الدنيا والشقة كانت فاضية واديك الميعاد في الميعاد ده عشان يعمل معاكي العلاقة وخلص وخد اللي هو عايزه وشكرا. متخيلة انه هيبقى روميو ومتيم بحضرتك؟ راجل عنده 35 سنة وانت عندك 22 سنة وخد منك أعز ما تملكي. عايز إيه تاني؟ خلاص هو عايز يعيش طبيعي طبعا، ويتجوز ويخلف ويبقى ليه حياته. إما كانش بيكلم زيك أربعة وخمسة، لأن في زيك أربعة وخمسة على فكرة وعشرة، فاهماني؟ فده مش في دماغه أساسا. اوعي تقولي بيقولي كلام حب وكلام لذيذ وأصله لطيف وبيسأل عليا وبيحن عليا. ما هو اللي عايز الدح لازم يعمل كده، لازم يقول لك كلام لطيف ولازم يحنن ولازم يبقى كده عشان ياخد اللي هو عايزه. وفي رجاله غاويه الحبتين دول على فكره. الو يا روحي وحشاني موت، ايه ده بجد ما تسقيش عليا ليه؟ البقين دول لازم، في ناس غاويه الحبتين دول. فانت لازم تطلعي من العلاقه دي تماما، انسي بقى الراجل ده تماما، لان ده واحد خدك لفه يعني، اجر عجله بمعنى اصح. اوكي؟ دي اول نقطه. جوزك بقى الجاف اللي زهقان اللي مش عايز، طب ما تشوفي جوزك مش عايز ليه؟ ما يمكن مش حاسس منك انت بحب اساسا، في قرف منك، يمكن حاسس منك بصدى. حتى مهما تكوني بتطلبي، الست اللي بتبقى في صدى كده بينها وبين جوزها، جوزها بيعرف منها لانه بيحس ان في حاجه غلط.
اوعي تتخيلي ان هو ترماي عايش عايز يعمل العلاقة وخلاص، لا طبعا بني ادم بيحس ومش حاسس ان مراته بتحبه. يديكي ليه؟ يديكي مشاعر ليه؟ ويديكي حب ليه؟ ويديكي احساس ليه؟ لا ياخد منك اللي هو عايزه وقت ما هو عايز ويرميكي بعد كده طز، طالما مش في دماغك. يبقى قبل ما تفكري تاخدي لازم تدي، لازم تحسسيه بالامان، لازم تحسسيه بالحب، لازم تديله شويه اهتمام، لازم تدلعيه شويه، لازم يحس ان مراته اللي متجوزها بقاله كام سنه سنتين دي ومسقعاله خالص لا مهتم. بس هتهتمي ازاي طول ما في حد تاني بتهتمي بيه؟ ست اللي تقبل اسمها الاثنين ما تبقاش ست.